بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الإخوة في استوديو مصر، نتخيل إننا جميعا ذهبنا إلى المسرح، وأنتم اثنين كل واحد سيأخذ نص خاص به ليقول. النص سيكون: قل إذا قلت أنا قل، أقصد شريف. وإذا قلت قال، أقصد سوري. يعني أنا موجود فتنتبهوا، لو قلت قال قل فيبدأ شريف في القول يقول ما بعد قل. مثلا قلت قل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قل يا قال، هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ قال نعم. أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. قل متى يا عزيزي؟ قال قال كان ذلك عندما كنت في المستقر في رحم أمي. قال كنت أسمع الناس في بيتي يهنئون أمي بقدومي. أبي
كان مستقري حين من الدهر. ولما كنت في المستودع كنت أسمع الناس يباركون لأمي وتبينت الأصوات، فهذا أبي عرفت صوته أول ما بارك لأمي، ثم أعلم أهله وإخوته، وكنت أعرف صوت أعمام، وصوت جميع الأهل عندما يباركون، فميزت الأصوات. أرجو من قال وقل كل واحد يقرأ النص. لدي في هذا المشهد والذي يعتبر المشهد 00 تايم 00 والذي يكون هو المؤهل الأول للممثل. طبعا نريد أن يشاركنا الأطفال بنات وأولاد من السن 15 سنة، فما فوق. إلى عشرين سنة. سواء كانوا ذكورا أم إناثا، يعني أي أحد يحب يشارك في النموذج 00 اللي هو كت 00، لأن جميع الأصوات التي سأسمعها الليلة من قال وقل سوف أخذ منها الصوت الذي أداؤه جيد. هذه مسرحية إذاعية، طبعا لا ننشرها إلا بعد أن تكتمل ربع ساعة حوار على المسرح من قال من قل وقال. فاكتمال المشهد اللي هو 15 دقيقة إلى 20 دقيقة ممكن يأخذ مننا ليلة كاملة 3 ساعات، من بين الساعة 10 إلى الساعة بتوقيت